من انهار الظهر قنبلة ذرية مال هيروشيما بجوي على الأساتذة والقضاة أول ما بدأوا بيهم المجتمع. الأستاذ طورات الوزير وطور امتيازات الوزير. الآن هي اليابان الدول التعبانة شو تسوي؟ الأساتذة مالتهم هاملتهم يومية قص يومية عقوبة يومية يجي فلان ما مدركين. وصلت مرحلة من الطلاب قاموا هم يقودون أساتذة. أحد الدول جابوا رئيس جامعة طالب خلوه تعرفون؟ هو صحيح؟ فلذلك تنهار مثل هاي الدول. واضح؟ ما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله سبحانه وتعالى قال انت لازم تعرف بس الله سبحانه وتعالى اكبر منك. لا وزير، لا رئيس جمهوريه، لا رئيس جامعه، لا رئيس قسم، ما حد، بس الله سبحانه وتعالى اكبر من الاستاذ الجامعي. واضح؟ انت يتطلب من عندك ان تخلق شنو هذا التفاعل؟ هذا التفاعل ما ممكن خلقه بليلة وضحاها. اول مساله لازم تخترق مين؟ من الطالب. تقترب من عنده ما تبين له انه انت فض، لو قلنا لو كنت فضا غليظا شلنا انفضوا الحول. فانت لازم شو تكون؟ مرن. انا 20 سنه درست سيناريو ودرست تقنيات لطلاب الدكتوراه اللي هي ديجيتال الاعلام اللي هاي السمارت بورد والهولوجرام، وهسه اعرض لكم بعض الامور. واضح؟ انا يمكن الاستاذ زميلي من فد 20 سنه، بس الان اكو فد حدود بيني وبينه، حتى من باوزني خطا كانت. بالمحاضره انت هاي كلها تاثم، راح تخلق فد تساؤلات ممكن تبعدك عن شنو جو المحاضره اللي تجامع عندها. فموضوعاتكم علميه جافه صعبه كل الصعبه، خصوصا ذول الهندسه والطب وطب الاسنان والبيولوجي والماثماتيك، امور معقده. اذا ما تكون انت قادر على ان توصل الرساله بعصف وقدح ذهني مستحيل تسوي التفاعل المطلوب بالمحاضره. بس اكو شيء اسمه ادرنه، الادرنه، سامعين بالادرنه؟ الادرنه. واضح؟ احسن دراماتيك. دراماتيك. رايت؟ دراماتيك. شلون اني اخلق دراما بالمحاضره بس باسلوب علمي دقيق؟ زين؟ هاي كلش مهمه تكون وياه حتى تاثر به. يعني خصوصا الاستاذ الطالب يكون مديون الى استاذه حتى شنو اخر عمره. يعني شوف ذاك اليوم طلعوا لقاء ويا منو واحد كبير بالسن فنان بدر حسون فريد، هو يتذكر العبودي وما ادري منو وهو شايب. ليش؟ لانه ها كان في تفاعل. فالتفاعل عمليه مو سهله. انا ما ممكن اليوم اسوي تفاعل معكم، مستحيل. بس انا ممكن اشوفكم شغله عديتها قبل اربع خمسة ايام يوم 16 بالشهر السبت الماضي في مجلس الوزراء كان عندنا مؤتمر. ف عديت المحاضره مالتي مسبقا استخدمت فيها تكنولوجيا يعني هاي السمارت بورد ولا مع اعتزازي تقديري لها هي هاي استخدمناها بشكل صحيح. ومو دائما هاي ناجحه بكل المحاضرات. اكو محاضرات التلقين هي تفيد وياها. فانت قراءتك اللي لازم تعرفها كلها. وسائل اللي راح تستخدمها مو دائما هي كلها. لحد الان انا كنت في جامعات في اوروبا يستخدمون السبوره الزيتيه. تشور يقولون هذا البياض مو صح، الاخضر اكثر استيعابا، وبالفعل انا كنت اذكر ادرس الطلاب ابدع وياهم بالزيتي اكثر، لان عندي تباشير احمر اخضر، شوف هسه انا اضطريتها وما واضح لكم، يعني انت ما تتفاعل وياه. تقبلك، الاخضر يعني هو سيكولوجيا الاخضر يريح البصر. واضح؟ فمو دائما التكنولوجيا هي بس انت لازم تعرف التكنولوجيا. اذا ما تعرف التكنولوجيا راح تكون لقمه سائغه لكل من هب ودب. المشاركة بين الأستاذ والطالب الخلق تفاعل الطالب والأستاذ عن طريق مثلا إدارة السؤال ممتاز بعد أستاذ عن طريق شنو؟
شكل المادة الأرضية الإضاحية. وسائل إضاحية. بعد. أستاذ. تمام. بعد. حضرتك مو شرط إنه أتفاعل تسألني وأجاوبك، أساسا أتفاعل ويا صوتك ويا حركاتك ويا نظراتك. محاضرة. هي شو عرض مثل مسرحية، وكل شيء كل شيء بداية وسط ونهاية، وسط ونهاية. هذا في بعض الأحيان يسموه beginning introduction prelude مدخل، شو تبي يسمي سمي زين. هنا شنو يجي هذا النهاية اللي هو شنو resolution. كل شيء بداية وسط ونهاية. فانت اذا طارت البداية الوسط راح يصير فاهي، والنهاية بعد أتفه. طريقتك بإدارة الغيابات وين هذا الأبسنس فشيء تقدر تسيطر وتهيمن على الطلاب، حتى شنو تخطف أبصارهم تستبع عقولهم، تحاول جهد الإمكان تحقق الاكتساب المعرفي وياهم. هذا يعني فشيء مو سهل، بس انت يحتاج لك شنو تتدرب حركاتك اسلوبك شلون تفتر مثل انا انت تعطيه معلومه. يمكن الاستاذ زعل، خليه يزعل، هذا علم راح يفكر انه هو كان مصدر للفائده، انه من عنده احنا تعلمنا. يلبس اسود كله لابسين بيض، شنو يثير يلبس كله ابيض تميز. كل يلبسون سويت، هذا يسموه مع السوت مو لابسين، هو شو يلبس؟ جاكيت خاص حتى مالته طويله، هذا هو القائد مايسترو كوندكتر. زين واضح؟ ايه طولت عندي ايام، هي ست صفحات، هاي ترى ست صفحات بس هي ثلاث نسخ صايره هيك. هسه قسمها شوف واحد خير بكم شلون يسلسخها شلون كذا، واللي ما عنده انا استنسخ له واحده. شوف شلون عندنا فوق. يلا فاعدادك يحتاج تعداد، شلون ترتب محاضره؟ اني كنت ناوي اعطيكم محاضره خاصه لكم، اسوي لكم برزنتيشن خاص، لكن الوقت ولا حد كان عندي مؤتمر، وهنا الاساتذه طبعا وياي يشتغلون بالمكتب الرئيسي الجامعه وياي سنان وعلي، فيعرفون يعني وقتي شلون نحس. فالاعداد مو مساله سهله يعني. احنا من نريد نعرف الخبر بالاعلام شو نقول؟ نظريه الخمس اسئله، متى، اين، لماذا، كيف، من. هذول اذا جاوبت عليه صار خبر. متى يعني شنو؟ ايش وقت؟ وين يعني الحدث وين صار؟ باي مكان؟ من هو الذي قام بالحدث؟ ماذا قام؟ وكيف ولماذا؟ هذا اذا جاوبت عليك يصير عندك خبر، يصير عندك تكست، يصير عندك موضوع، يصير عندك حادث، يعني تعرف على التيبل هذا السمارت تيبل سامعين به؟ او السمارت بورد؟ ما ممكن لا تتعب. داتا شو؟ اوفر هيد بروجكشن قبل كانت. الآن راح نعرض لكم برزنتيشن خاص لهذه المحاضرة، أرجو التركيز على هذه المسألة لأنها مهمة جدا بالتأثير بالطالب، تحقق نوع من الإثارة، نوع من السسبنس، التشويق للطالب حتى يتعلق بالمحاضرة.
We will choose a program from a menu and a computer will send the program directly to our TV set. The same will happen with songs, films, newspapers, and books. They will all come to us by computer. We'll be right back.
موضوع خطير هذا. آخر تكنولوجيا في العالم هذا الهولوجرام اللي موجود الآن راح يطلع. هتطلع حسا مذيعة في الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات. هاي مو حقيقية، هذا مجرد منظوة. هسه هي هو بالاستوديو، هذا في ولاية ميشيغان، وهذا وين؟ فيرجينيا. شوف شلون الآن هنا صار عندنا صار نيو ديستورشن. اوكي دكتور، يو اندرستاند وات اي مين؟ هاي كاميرا حجم 5 سنتي، واكو بعد كاميرا اخرى على شكل طيور توقف حتى فوق الدوائر مال الكهرباء وتقول تراقب تجسس زين. هذا بعد راقبته هاي واقف على راح وراهم طالبهم. هي كاميرا مو طيار حقيقي زين. هاي كبسوله يبلعها لنا بيض تطب المعده. الدكتوره هاي عندكم مو تبقى لها 6 اشهر تقول تراقب لها المعده مالته شو تسوي لنا تسوي وياها. هي الجهاز هو هاي زين. موجات يا حركه تجيبه وتوديه زين. هذا الهولوجرام اخر التليفونات الحديثه الموجوده بالعصام يجمع على مبدا الهولوجرام. راح هذا شوف هذا اللي لابسه صغير مثل الساعه. شوف شلون هاي يسموها غرفه الهولوجرام. كل هاي موجوده هي عباره عن ضوء ماكو يعني لا ماكو حديد لا اي شيء مجرد شنو غرفه متكامله مختبر مسويين له زين. شوفوا اكو اضاءه راح تطلع تظهر فوق هاي المصابيح هي هاي الهولوجرام. هاي حقيقه شفتها بجامعه الملكيه معاملتهم كذب. هسه واحد تعليق بهذا يعني بس هي حقيقه يعني ما جاب عليهم هذا. شوفوا هذا هو الليزر. مبدا الليزر شنو هو؟ مبدا الليزر تعرفون شنو مبدا الليزر؟ هسه هذا موضوع من يجي يبدا هالكبرى يتوسع كل ما يبتعد ينتشر. الليزر من يبدا حتى لو 5000 كيلو متر يبقى شنو؟ تخلي بيه 5000 لون كل لون يبقى وياه. الليزر بيه قابليه يعطيك وياخذ يعني مو يوصل انت للنهايه. هسه هاي كاميرا مال مالتك مال الموبايل هاي على سبيل المثال انت مصور بها شيء شنو يسقط هذا ما يخاف سو مصور طب شو يسوي هذا الطب؟ شنو هذا الطب؟ راح الصوت رجع ما راح سوى هذا قاس المسافه من هنا الفوكس وياها صار شنو؟ تحرك حتى تطلع لك روحيه الفتحه ايش قد تحتاج؟ راح لهنا قاس الضوء ايش قد هذا ضوء؟ ايش قد اكبر لك الفتحه؟ هذا اكو بها ايرس هاي تكنولوجيا. هذا الليزر بعد اضعاف هذا الشيء. الان هذا قدامكم زميلكم الملك الامير شارلز هو في ويلز ومؤتمر في بروكسل. لاحظوا شلون يحكي زين. هاي حقيقه موجوده الان في المؤتمرات يسموها تي دي كونفرنس بس مو شاشه بدون شاشه. هاي سيلين ديور حتى سوتها العام ويا الفيس بريسلي اللي هو ميت قبل 30 سنه اجوا طلعوا اللي قبل عباله الحيوان وقام وياها يغني وكذا. هو هذا الهولوجرام واضح هذا مصعد الفضاء. هاي هم كلمه كبرى يابا بس هي حقيقه يسموها سبيس ديليتر. هذا استراتيجي راح يضربكم الان وراح حقائق موجوده. جامعه في اليابان الان صممت وسوت مصعد الى الفضاء. We could feasibly carry 25 with more ambitious cables carrying 20 tons or so to geostationary.
Okay, let's see you're all here. And thank you for joining me. Research indicates a strong mood response to this color scheme. The task presentation. Where are you, by the way? Out of town. Around me, I'm in the center, and they shoot my body at different angles, and I'm told that transmits what looks like an entire body image back there to New York. These cameras, I'm told, talk to the cameras in New York, so they move and they know when to move when the cameras in New York move. Car crashes, too, are using CG cars. I mean, it's much safer that way. And sometimes it's an entire city. I mean, Iron Man flying through Manhattan in the Avengers, the entirety of New York was built from reference photos in the computer, allowing them to fly the camera around wherever they needed it to. And take a look at Iron Man himself. I mean, sure, duh, I hear you thinking, when Iron Man's flying around, of course that's CG. Space elevator, in simplest terms, is a ribbon. One end attached to Earth. The other end is attached to a counterweight in outer space. The rotation of the Earth throws the counterweight on the ribbon outward, keeping the ribbon taut. Made from an advanced carbon nanotube composite material 30 times stronger than steel, the ribbon is 3 feet wide, thinner than a sheet of paper. Now, a report from the International Academy of Astronautics claims we could feasibly have the first space elevators into low Earth orbit as soon as 2025, with more ambitious cables carrying 20 tons or so to geostationary orbit from 2035. The system could lift as much as a space shuttle every 2 days. Developers say the Harry Potter-like invisibility globe is just the beginning. The team, led by Dr. Susumu Tachi from KO University, now adapting its functions to help pilots, drivers, doctors. Predict that life will probably be very different in 2050 in all fields of activity. Bright, even in. Go ahead. Now, it's important to get the droplet size right since this is sort of a surface area effect, so that's why we just chose to share some method. Of course, beyond the general novelty of being able to move about undetected, I think that new ideas, it's society that decides how new technology works. Approach to everything. Hey,
فيرتشوال ستوديو. قبل 4 سنوات قناه الجزيره سوت هاي اللعبه. شو سوت؟ سوت باب العزيزيه مال هو هذا القذافي قتلوه. سووا جابوا متظاهرين كومبارس واو قناه وقلت العالم انه دخلوا باب العالم الجديد من داخلي. قيمة بالفيرتشوال العالم الان غير. العالم اذا ملك الخبراء ودي الناس يفتهمون يتحرك. يوم ضحك عليه يروح يمرض مرضي يسوف يذبوه بالزباله. واضح؟ جاي بيتهم خرابة جاء هم جاء ولا خلفية خضراء سووا لها هاي على اساس عمارات هو كل شيء اعلى.
سوتها. هم هسه الديفينيشن مالها وضوحيه. هذا كان فيلم خسروا، كان في فيلم الشاشه عندها بس بالتلفزيون ما تقدر، الشاشه صغيره ديفينيشن استاذ عبد. يعني كانت هناك صوتية، هذا كان يعني شغل ممتاز يعني فلش. نعم. فشنو ملاحظاتك عليه يعني هذا الفيلم؟ أنا سمعت فيه بس ما شفته، وأنا حقيقة اعتذاري واعتذاري لكم. أنا الآن ما متفرغ في وقت في هذا، أروح أتابع وأحلل وألمل. سويته، بس هو إذا تابعته وردت أطلع 100 فيلم. أكو أمور علمية تتحدث بها حتى يلمك. أنت تعرفون الكويت هاي ضعيفة. راح جابت مستشاري من دخلوا ودخل بها العراق 90 غزا الكويت، راح جابت وقع والله شنو هاي سممت بيما بالبترول اللي جيش العراق سربه على البحار لوث وكذا. عرضتها وين؟ بعد من عنده سؤال؟ ست يعني زراعه عند سؤال؟ ست تفضل سؤال مو استفسار من عنده سؤال؟ قلت لك من اجتي سوت انقلاب كامل على عم عم على القذافي وسقطوه. الفيلم هو مو موجود اساسا. يا ناس لهم اختصاصهم، اجوا اشتغلوا كل ما هناك قلبوا على الدنيا. اثبندي وطيحه حرب اربع اشهر. هذا يسموه الربيع العربي. تمثيليه مسرحيه عرفوا شلون يدوها. فانت نفس الشيء المسرحيه هاي مالتك امام الطلاب، بس شنو لهدف سامي، لهدف دليل. طلعوا في بعض الاحيان محاضرات تفاعليه على اليوتيوب، شوف هذا الكلب بالبندول قدام الطلاب ما تروح منه ويجي حتى بس يقنعهم. شنو الجاذبيه شنو معناتها؟ حتى لو واحد جاي لازم يتعارك ويا حتى شنو؟ لو ها المحاكمات بكليه الحقوق يجيبون اثنين واحد قدام الاخر وواحد يسال والاخر يجاوب. يصير براكتس اكثر وانت تشارك والكل يشاركون. هذا هو شنو هو التفاعل المطلوب بالمحاضره. بس هذا التفاعل اذا ما تكون قدها لا تسوي، ما انصحك. لان يجيك واحد يسالك سؤال يحيرك يدوخك. بعدين يعني هذا السؤال يضعك في مأزق لا يحمل عقباه. لذلك انت تسوي اعدادات مسبقه لمن؟ من سويت اعدادات مسبقه؟ راح شو يكون؟ راح تكون نتائج ايضا معده مسبقا، تعرفها انت ايش راح يصير فيك. من خليته هيك بالصدفه يعني انا من جبت ويا هذا الماتيريالز عرضته وكذا تهيئت، لكن شيء واحد خطأت بيه انه ما جبت اللابتوب مالتي، فصار نكت فيها هذا. لاحظتوا؟ هو اتفه ما يكون ولا لابتوب شنو، بس حتى هذا ممكن يكون. لذلك انا في كل بس انا هاي القاعه جاي بيها هوايه بطي بيها محاضرات واعرفها ومصور بيها وقاعد بيها هوايه من 20 سنه اعرفها. فما توقعت انه اليوم تاخذ لنا هاي الماوس او يعني حتى الدخول مالهم مكان يعني من دخلوا هم اجوا ها شنو صارت هوسه فوضى حقيقه. يعني انا لو ما تلاحق روح اقول لهم شوي سبتوا هذا كان صار في واحد تدري بعد دقائق طلع جيكار الثاني يخليه يرجع على رجع الميز يجوز واحد اجى له مال همبرجر يتريق كيف. بس الحمد لله وشكرا قدرنا نسيطر عليها بحكم خبره. طبعا كل ما تشوف انت هسه ان شاء الله راح تدرس اكو بيكم هسه الان هم مدرسين اساسا قبل سنتين ثلاثه. هاي سنتين ثلاثه افضل من شنو اللي ما مدرس. بس يبقى ذكاء عند الاستاذ. النقطة درب نفسك، حاول تاخذ اكثر من النصاب مالتك، لا تقولها حتى تتقوى. يعني ترى تبقى ترى بس على المحاضرات مالتك لان راح تجيك انواع والوان من الطلبه. مو كلهم نفس المود، اكو اشكال و يعني في محاضراتكم مدرسين طالب صعب سيطر عليه. بس من تصير شخصيتك قويه راح هو يتعلق بيك حتى ورا الدوام يفكر بيك. والله اللي كان عندي طلاب يعني هسه ممكن بيهم موجودين لحد الان خرجتهم قبل حوالي 10 سنوات بالفيسبوك يكتبوا لي تعليقات ويجوني مرات ويخجلوني يجوني للبيت يريدونها يقول لي شنو يبغى يبغى كذا هيك. وانا اتمنى هم يقعدوا بس مرات الالتزامات بتخليني. ليش؟ لان يحس اكو فد امور هو يريد يعرفها. شنو هاي الامور قلت لكم اياها من يتذكر؟ يلا. حكيت لك موضوع انتم مو جايه ماكو تفاعل وياي. زين انت سيدي فارس.
اشياء تطرحها حضرتك تسالها. انتم بجيتوا موجوده صراحه مترو جولد ماير هي هاي مو الجولد جي ام جي مو هي هاي اسمها بحوث علميه كامله شكو تقدر قصه يدمجوها بقصه واحده حتى تعت قصص كل قصه بها سر لا اتشرفت تيجي تبان سينما تدخله مو على بالي يعني سينمات يعني ما تلحق يعني نعرض الفيلم هذا افاتار في حينها قبل اسبوع محجوزه كل البطاقات عندهم عالم اخر من شو فلذلك انت عليك ان تجمع اكثر من معلومه يعني مو معلومه واحده تظل تكرر تعيد بيها بحيث يطلع منها روحه طالعه شنو عنده مثل هذا كان وحروب ودنيا وعالم مقلوبه وابحاث واطفال ماتوا وهذا انتحر وذاك راح ورئيس الامريكي وذاك صعد القمر وهسه الله قال مهم يا سلام معلومه تافهه ما بيها اي تاثير كان المفروض يقول الان صراع التلفزيون الامم تتصارع فيما بينها حتى تحصل على شنو مساحات بالبث باقمار صناعيه هاي الثقب انت بحاجه الى مجموعه من الاسرار تطرحها امام طلابك اذا ما بيها معلومات بيها خير لا تطرحها خليك مكتفي افضل مما تظل تكرر بالبيانات ماتك ومات اي مشتري انت تسوق انت هي عمليه تسويق انت لازم تكون مسوق جيد الى شنو الى بياناتك والمعلومات والمعرفه هذا التسويق مو عمليه سهله هو نفسه افلاطون قال قبل 2000 ما 3000 سنه 6000 في شيء قصا له ولا لا دكتور شو؟ نسيت انا. حبيبي لا هو بس ما ايش قلت؟ مو حتى يقال انه نبي هو. 3400 اكو مهم فانت شلون تقدر يعني اكو كلمات خالده. الرسول صلى الله عليه وسلم خلف الامور قال النظرين وسط، من يعرف شو النظرين وسط؟ النظرين وسط خير الامور اوسطها. سر الحياه في كل الامور تمد كنت وسط تكون افضل. اذا صرت وزير ما مرتاح واذا صرت فقير ما مرتاح، بينما بين الوزير هذا مرتاح. عباقرة هذول اللي يشوفون. تدرون رايك؟ انا احس انتم محتاجين رايك. نحن دخلنا دورة طرائق تدريس نحن خريجين من حملة شهادات الماجستير والدكتورة فعندنا تقريبا أسبوعان للمحاضرة القصدي لطرائق التدريس فاليوم هو الخميس فكانت عندنا محاضرة مع الأستاذ الدكتور عبد الباسط سلمان وهو أستاذ من أصدقائنا وزملائنا علم معروف يعني في الوسط الثقافي فكانت المحاضرة عنوانها عن التفاعلية تفاعلة الطالب الأستاذ مع الطالب وأيضا الطالب مع الأستاذ في تفاعلية تبادلية طبعا فكانت المحاضرة يعني حسيتها جدا ممتعة وأخرجتنا من المود الستايل اللي هو اللي يعني روتيني يعتبر فأنطانا تقريبا أمور يعني داتا شو هيك أشياء ويعني على الشاشة على السكرين أنه انعرضت فد أمور يعني جديدة إحنا ما معتادين أنه نأخذ هيك محاضرات بنفس الوقت حتى إحنا ننقل هذه التجربة للطلبة اللي إحنا راح ندرس لهم وحسيت أنه المحاضرة كانت ممتعة جميلة وأيضا طريقة الأستاذ بالتقديم كانت غير تقليدية وغير كلاسيكية شكرا جزيلا دكتور عبد الباسط ما هو مردود من هذه المحاضرات عليكم أنتم كأساتذة شلون تقدرون تستفيدون بها الطلبة نعم اكيد احنا راح نستفاد قلت لحضرتك انه من خلال فائدتنا من هذه المحاضره راح ننقلها اكيد للطلبه اللي احنا راح ندرسهم وايضا تكون المعلومه بطريقه غير تقليديه يعني دكتوره ذكرى عبد الصاحب طبعا احنا حضرنا هاي الدوره دوره التاهيل التربوي انه تشمل على الترقيات العلميه وترقيه الاستاذ لالقاء المحاضرات والحضور بالالتزامات الدوره طبعا محاضرتنا اليوم مع الدكتور عبد الباسط سلمان انه انطانا درس اليوم درس طبعا صراحه جديد واول مره شدنا بموضوع انه تفاعلنا مع الطلبه بالنسبه للمحاضرات وكان يعني بصراحه موضوع مشيق واستفادينا منه بمواضيع كثيره خصوصا العرض الشو اللي كان على موضوع التكنولوجيا والتطور والعلم اللي وين وصل العلوم والتكنولوجيا بالعالم فنشكره طبعا على دوره بالمحاضره و مدرس المساعد عبد الله عدنان محمد قسم النشاطات الطلابيه رئاسه جامعه بغداد بسم الله الرحمن الرحيم تلقينا دعوه من مركز طرائق تدريس في رئاسه جامعه بغداد
حول موضوعة التدريس التفاعلي، وقدمنا محاضرة عن التكنولوجيا المتقدمة وحول التفاعل والعصف الذهني وموضوعات تخص تفاعل الطلبة مع الأساتذة بخلق نوع من التأثيرات البصرية والسمعية، وكذلك خلق التشويق والإبهار خلال المحاضرة كي تترسخ المعلومات والبيانات التي يطرحها الأستاذ في ذهنية الطالب، ومن ثم تتحقق يعني عملية الاكتساب المعرفي في يعني في ظروف صحية وبيئة علمية. كان يعني حقيقة استجابة ممتازة من الحضور، منهم يعني أساتذة أغلبيتهم كما تعلمون من هو حاصل على الماجستير أو الدكتوراه، ومن هو أساسا تدريسي في جامعة بغداد أو جامعات الأخرى. فيعني كان التعامل معهم ليس كما نتعامل مع الطلبة، بل كان على مستوى راقي جدا وعلى مستوى عالي من التقبل والاستيعاب والتفاعل والتبادل الخبراتي. نقلنا تجربة، سوينا شو خاص إلى الطلبة، حاولنا جهد الإمكان أنه نخرج من الرتابة والنمطية، ندخلهم في عالم جديد. شعرنا في نهاية المحاضرة الحمد لله، يعني كان هناك نوع من الرضا منهم، من بلغني بذلك ومن هذا. نتمنى أنه نكون يعني في خدمة المجتمع دائما، لا سيما أن شعار جامعة بغداد هو الجامعة في خدمة المجتمع. ما مدى إمكانية تطبيق المحاضرة اليوم هم كأساتذة يقدرون يطبقها على الواقع؟ هذا depends، يعني يتبع كل موضوع، لأنه تعرف أنت واحد من كلية الطب، واحد هندسة، واحد زراعة، إنسانيات أكو بيهم، فهو الأستاذ يحدد طبيعة أو طريقة التدريس اللي تناسب الطلبة. تعرف أنت مجموعة من الطرق موجودة، هي عديدة، أكثر من 8 طرق للتدريس، لكن احنا الطريقة التفاعلية هو إشراك الطلبة ومحاولة تفعيلهم بأي شكل من الأشكال لترسيخ المعلومات والاكتساب المعرفي والذهني، هو كان الأهم في يعني في بوتقة هذه المحاضرة لتحقيق هدف نبيل وهو التعليم والتدريس. طبعا اليوم شاهدنا المحاضرة التي قدمها الأستاذ الدكتور عبد الباسط سلمان، كانت محاضرة غير تقليدية، محاضرة فيها كل ما تعني التكنولوجيا والحداثة، وهذا ليس بغريب على الدكتور عبد الباسط سلمان، حيث أنه سبق وأن قدم كثير من المحاضرات في هذا المجال، وكذلك هو صاحب التكنولوجيا المتطورة التي رفد بها الموقع الإلكتروني للجامعة، والتي أسهمت في تقدم جامعتنا وحصولها على مراكز متقدمة في تصنيفات عالمية يشار لها بالبنان، كتصنيف الويبوميتريكس وتصنيف الكيو اس وغيرها من التصنيفات. كانت المحاضرة فيها التدريس التفاعلي، فيها الدقة، فيها العصف الذهني الذي يوجه للمشاركين في الدورة، وكانت محاضرة متكاملة بكل معاني الكلمة. شكرا جزيلا. المدرس باسم حميد، مدير الموقع الإلكتروني لجامعة بغداد. مركز التعليم المستمر شرع المركز المشرع العراقي في عام 1992 أهداف ووسائل لتطبيق هذه الأهداف. مجمل هذه الأهداف تتعلق بتنمية المهارات المهنية لموظفي القطاع الخاص والقطاع العام. ننظم الآن حاليا إن شاء الله دورة، وهذه الدورة المجلس العلمي ليطلع عليها ويدرسها، لأنه دورة خاصة مهمة.